الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. نحمدك اللهم ونشكرك ونستعينك ونستهديك ونشهدك يا ربنا ونشهد ملائكتك وحملة عرشك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن سيدنا محمدًا عبدك ورسولك أرسلته بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، فبلغ رسالة ربه أعظم ما يكون التبليغ، وأدى الأمانة الإلهية على أكمل وجه. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. أما بعد، فيا معشر المسلمين، نعيش أياماً مباركة طيبة. كان حبيبنا وشفيعنا المصطفى صلى الله عليه وسلم يحبها ويحرص على كثرة العبادة فيها، ويطلب من ربه أن يبارك فيها، ويدعو دعاءه المأثور: اللهم بارك لنا في شعبان وبلغنا رمضان. نعم، أيام مباركة نستقبل فيها ونعد أنفسنا فيها لاستقبال شهر القرآن والغفران والرحمة والعتق من النار. مباركة جعل فيها من نفحاته، لأنه سبحانه: إن لربكم في أيام دهركم نفحات ألا فتعرضوا لها. والتعرض لها يكون بالعبادة والطاعة، ولذلك كان سيدنا المصطفى صلى الله عليه وسلم يكثر من العبادة في هذا الشهر. وكما جاء في الحديث، كان عليه الصلاة والسلام يصوم حتى نقول لا يفطر، ويفطر حتى نقول لا يصوم، وما رأيناه استكمل صيام شهر إلا رمضان، وما رأيناه في شهر أكثر صياما منه في شهر شعبان. فسأله سيدنا أسامة بن زيد رضي الله عنه عن سبب كثرة صيامه في شهر شعبان، فأجاب عليه الصلاة والسلام بقوله: ذاك شهر يغفل الناس عنه بين رجب ورمضان، وهو شهر ترفع فيه الأعمال إلى الله، فأحب أن يرفع عملي وأنا صائم. يعلمنا بهذا أن نغتنم مواسم الرحمات والطاعات، وأن نتعرض فيها لنفحات الله سبحانه وتعالى. وهذا الشهر الكريم إلى جانب ما فيه من هذا الفضل العظيم، ففيه هذه الليلة المباركة التي من الله فيها على الأمة بنظرة الرحمة والقبول واستجابة الدعاء. وإلى جانب هذا وذاك، تم فيها تحويل القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة المشرفة، لأن سيدنا المصطفى صلى الله عليه وسلم عندما كان يصلي في البيت الحرام قبل الهجرة كان يقف بين الركنين
الركن الأسود، الحجر الأسود والركن اليماني، ويجعل اتجاهه فيكون الكعبة ويكون بيت المقدس أمامه والكعبة بينه وبينه. فلما هجر إلى المدينة وتعذر ذلك أمر أن يتجه إلى بيت المقدس. وفي هذا بيان لعظمة بيت المقدس ومكانة القبلة الأولى التي عرفنا قدرها بتوجهه إليها وبتأليف القلوب حين توجه إليها وبإعلان وسطية الإسلام وعدم عنصريته واتفاقه مع جميع النبيين حين اتجه إليها. كانت هذه المعاني في اتجاهه إلى بيت المقدس، ولكن الحبيب الشفيع صلى الله عليه وسلم كان يحب قبلة أبيه إبراهيم ويتمنى الكعبة، ولكنه لم يتحدث ولم يتلفظ، مجرد أنه كان يقلب وجهه في السماء. ورب الأرض والسماء أعلم بما يرجوه خاتم الأنبياء، وهو يقلب وجهه راجيا أن يتجه إلى الكعبة، فينزل عليه القرآن: قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاه فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطر. وفي قول الله له: فلنولينك قبلة ترضاها، كلمة ترضاها معناها إرضاء لك، حرصا من الله تعالى على مرضاة رسوله، لأنه الذي قال له من قبل: ولسوف يعطيك ربك فترضى. يقول: لا أرضى وأحد من أمتي في النار. قرأنا في الضحى: ولسوف ترضى، فسر قلوبنا هذا الرضاء، وحاشا يا رسول الله ترضى وفينا من يعذب أو يسام. فلنولينك قبلة ترضاها، في هذا بيان أيضا لمكانة الرسول عليه الصلاة والسلام ومنزلته العظيمة عند ربه. فقد بيّن هذه المكانة والمنزلة العالية، وقال له: ورفعنا لك ذكرك. وقال جبريل: أتدري يا محمد كيف رفع الله ذكرك؟ قال: الله أعلم. قال: إن ربك يقول: لا أذكر إلا ذكرت معي. يعني لا يذكر رب العزة في التشهد: أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن سيدنا محمد رسول الله. في الأذان، والأذان جعله الله في كل لحظة لأنه فاوت بين مواقيت الصلاة، ففي كل لحظة يحين الأذان في موقع وفي بلد وفي وطن وفي مكان، فلا يمر وقت إلا وتنطلق مؤذنة شاهدة لله بالوحدانية وشاهدة لرسوله بالرسالة. أغر عليه للنبوة خاتم من الله ميمون يلوح ويشهد، وضم الإله اسم النبي إلى اسمه إذا قال في الخمس المؤذن أشهد، وشق له من اسمه ليجله فذو العرش محمود وهذا محمد. فكان في إرضائه واستجابة الله له، كان في هذا بيان
لمكانة سيدنا المصطفى صلى الله عليه وسلم ومنزلته. وفي اتجاهه للقبلة يكون قد سعد بالاتجاه والصلاة للقبلتين، الأولى بيت المقدس والثانية الكعبة، ولكن أين القبلة الأولى الآن؟ إنها في أيدي شزاز الأرض، إن هذه الذكرى حينما تهل على المسلمين تذكرهم بحقهم وحق الإسلام في استعادة واحد من المساجد التي تشد إليها الرحال، كما قال سيدنا المصطفى صلى الله عليه وسلم: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، مسجدي هذا والمسجد الحرام والمسجد الأقصى، فهو أحد المساجد التي تشد إليها الرحال، وهو القبلة الأولى، وإليه كان مسرى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفيه صلى بالنبيين إماماً، ومنه صعد إلى السماوات العلى. القبلة الأولى التي تستصرخ الضمائر العالمية ومنظمات حقوق الإنسان أخياما على الدرب الشديد، أخياما على الدرب البعيد تنقب الأمد، وأولى قبلتيك هناك بين يدي الذي مرد. أتبكي؟ كفك في العبرات وانظر ما الذي فقد. أتبكي الآل والأحوال والأموال والولد؟ أتبكي ثالث الحرمين موطن عزة وندى، وقبلته وصخرته ومن نادى ومن سجد ومسرى سيد الكونين والقهار قد شهد؟ أتبكي في فلسطين الحبيبة إخوة شهدا؟ أتبكي فوقها عددا؟ أتبكي فوقها عددا؟ تعال وقبل كل خطاك عد لله معتمدا، تعال نؤكد الإيمان بالرحمن مد يده، تعال نطهر الدنيا وندعو الواحد الأحد. هذه الأيام المباركة نستقبل بها الشهر المبارك الذي كان يدعو رسولنا صلى الله عليه وسلم ويقول: اللهم بلغنا رمضان. فبلوغ رمضان هو بلوغ الغفران والرحمة وشهر القرآن، لأن رمضان يصوغ بعبادة الصيام شخصية المسلم صياغة جديدة، فالصيام يصوغه شخصية جديدة متسامحة مع الناس، تتسم بالصفح والعفو والتسامح. ولذلك من أداب الصيام: إن سابه أحد أو شاتمه فليقل إني صائم، يعني لا يرد السيئة بمثلها بل يقول إني صائم. ولطالما علم الرسول صلى الله عليه وسلم أمته هذه السمة من الحلم، ففي مجلسه عندما نال أحد الناس من الصديق أبي بكر وكظم الغيظ 3 مرات ورد بعد 3 ليسكت الرجل، خرج الرسول من المجلس فلحق بي أبو بكر وقال: يا رسول الله، أوجدت علي، يعني أغضبت علي من مرة أردت أن أسكت شر الرجل بعد أن نال مني 3 مرات؟ فقال له الحبيب الشفيع معلما وموجها: يا أبا بكر، حين كظمت الغيظ وكنت حليما كان الله قد سخر ملكا من السماء يرد عنك، وحين أردت أن تقابل السيئة بمثلها خرج الملك ونزل الشيطان، وما كنت لأجلس في مجلس فيه شيطان.
فمجالس مقابلة السيئة بمثلها مرتع للشيطان، ومجالس الحلم والتسامح والصفح مرتع ومجال لملائكة الرحمن. ولذلك كان سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يتسم بالحلم في كل الأحوال ويعلم أصحابه ذلك، لدرجة أن سيدنا أبا بكر الصديق رضي الله تعالى عنه لما دخل على ابنته السيدة عائشة في بيتها في يوم عيد، ومن الطبيعي أن الناس في أيام الأعياد لهم ما يتخذونه من وسائل الراحة ومن وسائل الترفيه، فجاءت بجاريتين كانتا تغنيان بغناء بعاس. بعاس هذا موقع حدث فيها حرب، يعني كانت تنشدان أناشيد بما نسميها الوطنية، ليس فيها عاطفة ولا شيء محرم. ومع هذا أنكر عليها أبو بكر الصديق وقال لها: مزمارة الشيطان في بيت رسول الله؟ حتى أمرت الجاريتين أن تنصرف، ولكن الرسول الحليم الذي يعلمنا الحلم والصفح التفت إلى أبي بكر وقال: دعهما يا أبا بكر، إن لكل قوم عيدا، وإن هذا اليوم عيدنا، لتعلم اليهود أن في ديننا فسحة، إني بعثت بالحنيفية السبق. يعلمنا الحلم، فالحلم سيد الأخلاق. ولطالما كان سيدنا عمر شديدا في الحق حتى فيما ليس محرما، وكان الرسول بحلمه وعظمة صفحه وتسامحه قمة. لما جلس النساء معه وعلمنا أن عمر داخل، قمنا ابتدرنا الأكسية والأغطية والحجاب، فقال عمر: يا عدوات أنفسهن، أتهبنني ولا تهبن رسول الله؟ فقلنا له: أنت أغلظ وأفظ، لأن سيدنا عمر كان شديدا في الحق. في إحدى المواقف كانت جارية من جواري قريش نذرت نذرا لله، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام وكانوا يحبونه حبا جما ويخافون عليه إذا سافر سفرا طويلا أو خاض غزوة صعبة. فإحدى الغزوات الصعبة والسفر الطويل قالت لله علي نذر: لو عاد لنا بسلامة الله لأغنين أمامه بأنشودة ولأضربن الدف بين يديه. نذرت هذا، فلما تحقق الأمر وجاء الرسول بسلامة الله أخذت دفها وأخذت تنشد لحنها، وأبو بكر والرسول لا ينكران عليها ذلك. حلم وصفح. طبعا أغاني ليست محرمة كما قلنا، تشبه الأناشيد الوطنية، لم ينكر عليها ذلك، لكنها لما لاح لها عن بعد سيدنا عمر، وكان معروفا بأن الشيطان إذا رآه هرب لشدته وقوته في الحق، لما رأته من بعيد خارت قواها وخافت وأخفت دفها. فقال الرسول لأبي بكر: لقد هرب شيطانها لما رأت عمر. يعني سيدنا عمر له عظمته ومكانته. قال عنه الرسول صلى الله عليه وسلم: لقد كان في الأمم من قبلكم محدثون، فإن يكن في أمتي أحد فهو عمر. يصور لنا شاعر النيل هذا حافظ إبراهيم رحمه الله
يقول أريت تلك التي لله قد نزرت، أريت تلك التي لله قد نزرت أنشودة لرسول الله تهديها؟ قالت نزرت، قالت نزرت إذا عاد الرسول لنا من غزوة لعلى دفي أغنيها. ويممت حضرة الهادي وقد ملأت أنوار طلعته أرجاء ناديها، واستأذنت ومشت بالدف، واستأذنت ومشت بالدف واندفعت تشجي بألحانها ما شاء مجديها، والمصطفى وأبو بكر بجانبها لا ينكران عليها من أغانيها. حتى إذا لاح عن بعد لها عمر خارت قواها، وكاد الخوف يرديها، وخبأت دفها في ثوبها فرقا منه، وكادت وودت لو أن الأرض تطويها. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد كان حلم رسول الله يؤنسها، قد كان حلم رسول الله يؤنسها، فجاء بطش أبي حفص يغشيها فقال مهبط وحي الله مبتسما، وفي ابتسامته معنى يواسيها، قد فر شيطانها لما رأى عمرا إن الشياطين تخشى بأس مخزيها. وهنا ندرك الموقفين بين الرسول وبين عمر، فعمر يمثل ببشريته العادية القوة والحزم والشدة، ولكن الرسول يمثل الحلم في أعلى مراتبه والصفح في أعلى مراتبه. هذا الحلم الذي نتعلمه في عبادة الصيام التي نحن مقبلون عليها، لا يكون الإنسان مستفزا إذا استفزه أحد، بل كما قال الحديث إن سابه، لو فرض سابه أحد أو شتمه فليقل إني صام. نتعلم الصفح والعفو، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال إذا كان يوم القيامة نادى مناد أين الذين أجرهم على الله، فلا يقوم إلا من عفا. العفو والصفح والتسامح والحلم سمة من أبرز السمات التي يتميز بها المؤمن، والتي ينال بها درجة عالية عند الله سبحانه وتعالى. فمن عفا وأصلح فأجره على الله. فلنكن متحابين متوادين، نتسم بالحلم والصفح، ونتسلح بالإيمان والتقوى وبالتوبة والرجوع إلى الله، ونحن مقبلون على شهر القبول والغفران والرحمة. كن قابل العذر واغفر زلة الناس، ولا تطع يا لبيبا أمر وسواسي، فالله يكره جبارا يشاركه، ويكره الله عبدا قلبه قاسي. هلا تذكرت يوما أنت مدركه، يوما ستخرج فيه كل أنفاسي، يوم الرحيل عن الدنيا وزينتها، يوم الوداع شديد البطش والباس، ويوم وضعك في القبر المخيف وقد ردوا التراب بأيديهم وبالفاس، ويوم يبعثنا والأرض هائجة والشمس محرقة تدنو من الراس، والناس في منتهى جوع وفي ظمأ وفي شقاء وفي هم وإفلاس، يفر كل امرئ من غيره فرقا، هل أنت ذاكر هذا اليوم أم ناسي؟ سيرسل الله أملاكا منادية، هيا تعالوا لرب مطعم كاسي،
هيا تعالوا إلى فوز ومغفرة، هيا تعالوا إلى بشر وإيناس، أين الذين على الرحمن أجرهم فلا يقوم سوى العافي عن الناس. نقبل في هذه الأيام المباركة التي توجه فيها الحبيب الشفيع إلى ربه أن يبارك له فيها، اللهم بارك لنا في شعبان وبلغنا رمضان، نتأهب لدخول رمضان ونحن في هذه الأيام المباركة وقد اقترب الشهر الفضيل، الشهر المبارك الذي جعل الله أوله رحمة وأوسطه مغفرة وآخره عتقا من النار، وتمنى بلوغه سيدنا المصطفى وقال وبلغنا رمضان، نتأهب إليه ونستعد إليه بالتوبة النصوح، بالرجوع إلى الله، بالإقلاع عن المعصية. والتوبة النصوح لها شروط: أن تندم على ما فات، وأن تعزم على ألا تعود للمعصية، وأن تقلع عنها، وأن ترد المظالم لأصحابها. فمن حقق ذلك كان تائبا إلى ربه توبة نصوحا خالصة لا يبقى معها ذنب ولا إثم. ورب العزة يعاهدنا بأننا حين نتوب إليه وحين ندعوه وحين نرجوه يكون أقرب ما يكون إلينا، فيقول في الحديث القدسي: يا ابن آدم، إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم، لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك. يا ابن آدم، لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا إلا أتيتك بقرابها مغفرة. وأقول في حديث قدسي آخر مناديا عباده: يا عبادي، إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. فلنستغفر الله ولنتوب إلى الله ولنرجع إلى الله ولنتأهب في هذه الأيام المباركة المفترجة التي تتفتح فيها أبواب القبول والتي يغفر الله فيها إلا لمشرك أو مشاحن. فاتركوا الشحناء والبغضاء وتحابوا وتوادوا وتصافحوا وتصالحوا وتسامحوا واعفوا عن بعضكم حتى يقبلنا الله سبحانه وتعالى. قال صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالسهر والحمى، أو كما قال: التائب من الذنب كمن لا ذنب له، ادعوا الله يستجب لكم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين، صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أيها الإخوة المؤمنون، إن الأحاديث التي وردت في فضل ليلة النصف من شعبان حررها متخصصون في علم الحديث، ورأوا أن بعضها أحاديث صحيحة لا يحوم حولها شك، منها ما رواه ابن ماجه عن علي بن أبي طالب: إذا كانت ليلة النصف من شعبان فقوموا ليلها وصوموا نهارها. ومنها ما رواه معاذ بأن الله يغفر لخلقه إلا لمشرك أو مشاحن. وهناك أحاديث أخرى قد تكون ضعيفة أو حسنة لكن يعمل بها في فضائل الأعمال. ومن الجرأة أن بعض الناس ينكرون بعض الأحاديث الصحيحة،
والخوف كل الخوف. أقولها لإخواني من الدعاء والوعاظ والعلماء، إن إنكار شيء من الأحاديث كادعاء ما ليس من الحديث في الحديث. يعني الرسول عليه الصلاة والسلام حين قال: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، كذب علي يعني قال كلاما لم يقل، أو بصورة أخرى رفض كلاما قاله وحديثا قاله، فجاء من قال هذا حديث مكذوب، هذا حديث ضعيف. لدرجة أن الإمام أحمد بن حنبل جمع في مسنده الذي جمع فيه 40,000 حديث من بينها حديث ضعيفة. قالوا له: يا إمام، لماذا جمعت الأحاديث الضعيفة في مسندك وأنت تعلم أنها ضعيفة؟ قال: مخافة أن تثبت صحتها من طرق أخرى فأكون رددت حديثا من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. أبثكم يا رسول الله بعض أسى من جيش إفك على البوتان معتزمي، قد حاولوا سيدي إنكار سنتكم فأنذروا بلهيب النار والحمم، لن يهدموا صرحها العالي وإن كثروا، ومنزل الإفك إن نمسسه ينهدم، لولا حديثك لم نعرف شريعتنا ولم نصلي ولم نحجج ولم نصم، بهديكم عرفت أحكام شريعتنا، جاءت مفصلة في لا وفي نعم، تكفل الله بالقرآن يحفظه، وقولك الحق شرح للكتاب نمي، نفدي حديثك ما عشنا بأنفسنا، نرويه بالسند العالي بكل فمي، فأنت يا خير خلق الله أسوتنا، وأنت جاه لنا من كل مختصم، ومن يكن برسول الله مقتديا لم يبتئس في الدنيا يوما ولم يضني. اللهم شفعه فينا بجاهه عندك، اللهم شفعه فينا بجاهه عندك، اللهم بارك لنا في شعبان وبلغنا رمضان، اللهم بارك لنا في شعبان وبلغنا رمضان، ولا تدع لنا في هذا الجمع ذنبا إلا غفرته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا كربا إلا فرجته، ولا ضالا إلا هديته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا يسرتها يا أرحم الراحمين. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، ولا تخيبنا ونحن نرجوك، ولا تعذبنا ونحن ندعوك، وقد دعوناك كما أمرتنا فاستجب لنا كما وعدتنا. اللهم لا تشمت بنا عدوا، ولا تسئ بنا صديقا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، وتوفنا وأنت راض عنا، واختم بالصالحات أعمالنا. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا، وبلغنا مما يرضيك منانا، واشف مرضانا، وارحم موتانا، ووفق الراعي والرعية، ووحد بين الأمة الإسلامية، وارفع بقتك وغضبك عنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا يا رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، اذكروا الله يذكركم، وأقم الصلاة. هات الكرسي.